الحمد لله الذي بلغنا رمضان، شهر الرحمة والغفران، شهر الجود والإحسان. نحمده سبحانه على نعمائه وآلائه، ونثني عليه بما هو أهله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أعاننا على الصيام، وقوانا على القيام، وهدانا بالقرآن. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أجود الناس كفا، وأكثرهم رحمة وعطفا وعطاء، وكان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في بداية هذا اللقاء المبارك، أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات ولي عهده الأمين، وشعب الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليهم باليمن والخيرات. ونرحب بكم مشاهدينا الأعزاء، متابعي قناة بينونة، في برنامج الركن الثالث، ونبارك لكم أيضا حلول الشهر شهر الكريم، شهر الخير، رمضان المبارك، متمنيا لكم مشاهدة ممتعة ومتميزة مع برنامجكم، برنامج الركن الثالث، والذي من خلاله سنبحر في الركن الثالث من أركان ديننا الإسلامي الحنيف، وهو الزكاة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذلك عن طريق معلومات مفيدة عن الزكاة، وشرح لإحكامها، واستقبال لاستفساراتكم عنها على الهواء مباشرة. ويأتي هذا البرنامج مشاهدينا الأعزاء انسجاما مع توجهات قناة بينونة في إثراء وقت المشاهد بكل ما هو مفيد وممتع. ونسأل الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يوفق القائمين على هذه القناة لكل خير. مشاهدينا الأعزاء، كما أن هذا البرنامج يقدم المعلومات الخاصة بركن الزكاة عن طريق المسابقات الجميلة والهادفة، والتي من خلالها تسعى قناة بينونة وبالتعاون مع صندوق الزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة إيصال فقه الزكاة للمشاهد بطرق مبسطة وبقالب عصري مميز. أيها الأحبة، صندوق الزكاة هيئة اتحادية معنية بالتوعية بالزكاة وقبول أموالها وتوزيعها على مستحقيها من المصارف الشرعية المقررة في كتاب الله عز وجل. وأما بيننا فهي قناتكم، فتراها إماراتية تنشر الخير وتشيعه في شهر الخير. أيها الأحبة، ونذكركم بأرقام اتصال معنا على الهواء مباشرة، وسترونه الآن على الشاشة موجود للمشاركة من داخل الدولة: 02-50-60-666، وللمشاركة من خارج الدولة: 00-7-1-00-9-72-50-60-666. أيها الأحبة، نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم بكل قلب وصدر رحب، فمرحبا بكم في قناتكم قناة بينونة، وفي برنامجكم برنامج الركن الثالث. أيها الأحبة، الآن نستعرض فيديو بسيط لمدة 3 دقائق، يشرح هذا الفيديو تطبيق ذكي لصندوق الزكاة تستطيعون من خلاله أن تستفسروا عن زكاتكم،
وأيضا تدفعوا زكاتكم، ومن كان مستحقا للزكاة يستطيع أن يتقدم بطلبه لصندوق الزكاة عن طريق هذا التطبيق، فلنشاهده معا. زكاة فون خدمة رائدة من أفضل خدماتنا سهولة ويسر. بذلنا في صندوق الزكاة جهدا كبيرا لضمان مطابقة الخدمة للضوابط الشرعية، راجعنا الخطوات وطريقة الحساب، أجرينا التجارب للتأكد من صحة النتائج، راهنا في تطويرها على أبنائنا أبناء صندوق الزكاة. أطلقنا هذه الخدمة عام 2006، حازت على براءة اختراع من مكتب المصنفات الفكرية وزارة الاقتصاد، الملائمة السهولة الفعالية الكفاءة الإبداع، معايير رعينا تطبيقها عند تطوير الخدمة. حدثنا هذه الخدمة 2011 من خلال نقرتين، وفي أقل من دقيقة يمكنك أن تحسب زكاتك. ادخل إلى الخدمة، اختر اللغة، اختر التبويب، ادخل القيمة، عندها سيقوم النظام بحساب قيمة الزكاة في مدة زمنية لا تتجاوز 5 ثواني وعرضها على شاشة هاتفك. تعتبر زكاة فون أسرع من التقديم المباشر للاتصال الهاتفي، الخدمة ذاتية 100%، أقل تكلفة من كل القنوات الأخرى. هل لديك بطاقة ائتمانية من مكانك؟ ادفع زكاتك من خلال البرنامج، اختر تبويب الدفع، حدد المبلغ، ادخل رقم البطاقة وسنة الانتهاء وشهر. سيبدأ النظام آليا بالتواصل مع البنوك وبوابات الدفع في الدولة ليكمل العملية في مدة لا تزيد عن 30 ثانية. قوة البرنامج في قوة بنائه، جربها علي هاتف محمودي. الخدمة لا تطلب اشتراك ولا تحميل وهي مجانية. زكاة فون آمنة تجعلك تعيش تجربة ممتعة في دفع الزكاة. لا نريد أن نقدم خدمة جديدة فحسب، بل نريد أن نقدم خدمة هي الأفضل. زكاة فون هي الأسرع، هي الأيسر، هي الأكثر ملائمة على الإطلاق. جربها ولا تنسى، ننتظر ملاحظاتك. صندوق الزكاة، رؤية عصرية لفريضة شرعية. عدنا مجدداً لنلتقي بكم، والعود أحمد. أيها الأحبة، في هذه الفقرة سنشرح عن المسابقات التي تطرح في هذا البرنامج، وهي أيها الأحبة عبارة عن جوائز مقدمة من صندوق الزكاة وكذلك من قناة بينونة. السؤال الأول يطرح في نهاية كل حلقة، وهو سترونه إن شاء الله تعالى قد كتب سؤال واحد كتب لكم، وخلال الإجابة على هذا السؤال ستقومون بإرسال هذه الإجابة على الإيميل الذي سيكون إن شاء الله تعالى موجوداً على الشاشة أمامكم أثناء طرح السؤال، وهو zf@beinuna.ae. مرة أخرى أيها الأحبة، zf@beinuna.ae. وهذا أيها الأحبة هو فقط للسؤال اليومي، وأما بقية الأسئلة التي ستأتيكم من خلال الاتصال المباشر، حيث سنتلقى الاتصالات المباشرة منكم أيها الأحبة من مشاهدين الأعزاء، ثم نطرح عليكم السؤال، ومن يجيب إجابة صحيحة أيها الأحبة ينتقل إلى الفقرة الثانية، وهي عبارة عن صناديق ستكون أمامكم، وهذه الصناديق هي 5 صناديق إن شاء الله يختارها المتصل، فإذا اختارها هكذا وفي نهاية الحلقة سنستعرض كل الصناديق التي قد تمت الإجابة عليها وقد تم اختيارها، وعندها ستخرج المبالغ المقررة لكل صندوق إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، أكرر وأنوه بأن هذه الجوائز بالنسبة للسؤال الأول مقدمة من صندوق الزكاة، والآن
والآن نتلقى أول الاتصالات من الأخ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخ سعيد. الله يحييك. نرحب بك على هالبرنامج الحلو. نرحب بك في برنامجك، برنامج الركن الثالث بخير. وانت بخير وصحة وسعادة يا أخ سعيد، تفضل يا أخ سعيد. ألو. نعم تفضل. بالنسبة للأسئلة ولا اختار؟ إذا عندك أسئلة شرعية نحن في أتم الاستعداد الإجابة عليها أيضا، أو إذا كان عندك أو عندك المسابقة أيضا نضع لك السؤال على الشاشة ثم تختار الإجابة الصحيحة إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخ سعيد. المسابقة إن شاء الله. تفضل يا أخ سعيد. سؤال الآن إن شاء الله سنستعرض لك السؤال بإذن الله تعالى. السؤال يقول: ما معنى الزكاة في اللغة؟ هل هي البركة؟ هل هي الزيادة والطهارة؟ أم هي النماء والحكمة؟ الزكاة هي الزيادة والطهارة. متأكد من الجواب أخ سعيد؟ إن شاء الله. أكيد؟ مالك خيار ثاني؟ وإجابة موفقة ومسددة أخ سعيد، ومبارك لك الإجابة الصحيحة. الله يبارك لك إن شاء الله. الآن أخ سعيد ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الصناديق، وتختار أحد الصناديق وشاهدها إن شاء الله تعالى على الشاشة، وهي 5 صناديق بأسماء جميلة ستراها الآن ظاهرة لك على الشاشة، وهي النعمة والبركة والخير والعطاء والنماء. أخ سعيد اختار أحد هذه الصناديق لكي تفوز إن شاء الله، وتابعنا حتى ترى ما هو الذي خبأ له صندوق، وما هي المكافأة النقدية التي قد حصدها. إن شاء الله خير الأمور والوسط الخير إن شاء الله. وصل الله عز وجل لك الخير يا أخ سعيد. إذن أخ سعيد من أبوظبي قد اختار صندوق الخير، وصل الله عز وجل أن تكون أيامك كلها خير وسعادة يا أخ سعيد. وابقى معنا أخ سعيد كما نوهنا سابقا أن تبقى معنا إلى نهاية الحلقة حتى ترى ما حصده من جائزة نقدية بإذن الله تعالى على إجابتك المسددة والموفقة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة مشاهدينا، مشاهد قناة بينونة، نعم عندنا اتصال، نتلقى الآن اتصال من الأخت سهير من مصر. تفضلي يا أخ سهير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ سهير، كل عام وأنت بخير، مبارك علي شهر رمضان، ومبارك على جميع أهلنا وأحبتنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة. أنا بس خايفة الخط يقطع بس الرصيد يخلص. تفضلي يا أختي، ماذا تريدين؟ ممكن تشاركوا المسابقة؟ ممكن تشاركين يا أخ سهير، تفضلي. الآن الله. نستعرض إن شاء الله تعالى لك السؤال، سترينه على الشاشة إن شاء الله. والسؤال يقول: ما حكم الزكاة؟ ما حكم الزكاة في الشرع؟ هل هي مباحة؟ هل هي سنة مستحبة على كل من ملك نصابا؟ أم هي فرض على كل مسلم ملك نصابا وحال عليه الحول؟ أخت سهير نتلقى اتصال آخر إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، للزكاة معاني كثيرة وآثار عظيمة وفوائد جمة على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة. ومن معاني الزكاة أيها الأحبة الزيادة والنماء. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي هذه الآية أيها الأحبة معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطهرهم بها، أي تطهر هذا المال ونفس من هذا المال من الآفات التي قد تعتريه، وأيضا تطهر نفس المسلم الغني من الشح ومن البخل. وأيضا الزكاة من معانيها تطهر نفس
الفقير من الغل والحقد والحسد على فئة الأغنياء، بحيث عندما يرى أن الغني قد أخرج ماله ودفعه لهذا الفقير. أيها الأحبة، أيضا من معاني الزكاة أنها بمعنى الزيادة والنماء، بحيث أن إيمان المزكي يزيد، ونحن في عقيدتنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا شك أن الإيمان أن الزكاة من الإيمان. أيها الأحبة، الآن عدنا فاصل، انتظرونا وسنعود لكم لاحقا إن شاء الله. عدنا مجددا أيها الأحبة لنلتقي بكم، والعود أحمد، وعود على ذي بدء أيها الأحبة، فإن للزكاة معان كثيرة وآثار جميلة، ومن هذه الآثار والمعاني أن الله عز وجل قد سمى الزكاة بالصدقة، كما في قوله خذ من أموالهم صدقة. أيها الأحبة، تعلمون لماذا سماها صدقة؟ لأنها تدل على صدق إيمان المزكي. والآن أيها الأحبة عندنا اتصال. مرحبا يا إيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت إيمان. يعطيكم العافية أخوي. الله يعافيك يا أخت إيمان، يا مرحبا بك. الله يحييك. عندك سؤال؟ رمضان كريم أخوي علينا وعليك إن شاء الله وعلى جميع الأمة بإذن الله تعالى. أخت إيمان، آمين يا رب العالمين. نعم. عندك سؤال شرعي عن الزكاة أم عندك مشاركة في المسابقة؟ الله يبارك فيك. مشاركة في المسابقة، الله يطول عمرك. مرحبا بك، نسعد بك ومشاركتك أخت إيمان. الآن نستعرض إن شاء الله لك السؤال، نستعرض الآن السؤال، الله يحفظك، على الشاشة، بارك الله فيك. السؤال يقول: ما حكم الزكاة في الإسلام؟ حكم الزكاة هو فرض أكيد، لأنه من أحد أركان الإسلام الخمسة. أكيد، مرة متأكدة يا أخت إيمان؟ مرة أكيد. بإذن الله تعالى جزاك الله خير والإجابة صحيحة. والآن إن شاء الله ننتقل أخت إيمان إلى الفقرة الثانية، وهي اختيار أحد الصناديق الأربعة. أختار صندوق من الصناديق. نعم، الآن نختار أحد الصناديق الأربعة، ستجين أمامك النعمة والبركة والعطاء والنماء. العطاء إن شاء الله. نعم، العطاء. بارك الله فيك، وصلى الله عز وجل أن تكون أيامك كلها أيام عطاء وخير وبركة بإذن الله تعالى. الله خسرون، يعطيكم العافية. يا مرحبا، سعدنا باتصالك، بارك الله فيك. وخليك معنا أخت إيمان إلى نهاية الحلقة حتى تعرفين ما كم الحص أو كم ما حستيه من صندوقك، صندوق العطاء. والآن عندنا متصلة أخرى، خولة، أختنا خولة من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت خولة. دكتور، كل عام وأنت بخير. الحمد لله، وأنت بخير وصحة وسعادة بإذن الله تعالى. الله يسلمك يا رب. تفضلي يا أخت خولة، هل عندك سؤال عن الزكاة أم عندك مشاركة في المسابقة؟ لا، السؤال أنت ما شاء الله ما بتقصر بالمعلومات، فبشارك بالمسابقة. مرحبا يا أختي، يا أخت خولة. الآن تجدين إن شاء الله السؤال موجود على الشاشة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. يقول السؤال: كم عدد قنوات خدمة الفتوى في صندوق الزكاة؟ هل هي 13 أم هي 11 أم هي 14؟ ساعدني دكتور. أقرب لك إن شاء الله تعالى. دائما أخت، إحنا كم عدد أيام السنة أخت أخت خولة؟ 12. إنزين، أنت الحين عندك يا أما تزيدي يا أما تقصري عن 12. إنزين، ستجدين إن شاء الله الإجابة الصحيحة بإذن الله تعالى. ها خولة، شو رأيك دكتور، ساعدني. أنا ساعدتك وقررتك جدا خولة، أنت إن شاء الله بس توكلي على الله عز وجل. ودائما أحب أنوه لجميع مشاهدينا، مشاهدي قناة بينونة، أنهم يستطيعون أن يدخلون في صندوق الزكاة ويتعرفون أيضا على جميع خدمات التي يقدمها صندوق الزكاة، سواء في الفتوى وغيرها. متأكد
13 بس الوالده بتقول لي 11. لا انت خليك على رايك ان شاء الله احسن، دعكي من الوالده. ها ماذا تقولين يا ها صامده على على 13؟ متاكده نثبت ان شاء الله. بارك الله فيك ومبروك خولة، عديتي هذا السؤال وإجابة موفقة وسديدة، بارك الله فيك. والآن ننتقل لاختيار الصناديق خولة. إن شاء الله شو باقي دكتور؟ باقي إن شاء الله الآن تشوفينها على الشاشة، اختاروا الخير واختاروا العطاء، وبقي عندنا النماء والبركة والنعمة. النماء البركة والنعمة. نعم ماذا تختار؟ النعمة إن شاء الله. وصلى الله عز وجل أن يزيدك من نعمه وفضله عز وجل. إذن تم اختيار ثلاث صناديق، النعمة والخير والعطاء. اخت خولة خليك معنا إلى نهاية الحلقة، وستجدين كم حستي في هذا الصندوق من جائزة قيمة مقدمة من قناة بينونة. أيها الأحبة، ونعود لماذا سميت الزكاة بالصدقة؟ قلنا أنها تدل على صدق إيمان مزكي، لأن المال محبوب، والله عز وجل يقول ماذا في سورة الكهف؟ المال والبنون زينة الحياة، فقدم المال على البنون لأنه محبوب، والمحبوب لا يبذل إلا لمحبوب أعلى منه وهو حب الله عز وجل. فهنا يظهر صدق إيمان المزكي عندما يخرج هذا المال طيبة بها نفسه. أيها الأحبة، أيضا ومن معاني هذه الفريضة العظيمة ومن آثارها على المجتمعات أنها تزيل الحقد والغل والحسد من أنفس الفقراء. عندما ينظر هذا الفقير أن هذا الغني يعطيه من مال الله الذي أعطاه ويتصدق عليه ويزكي عليه، فهنا تزول عملية الحقد والحسد ويعيش المجتمع في سعادة. إذن أيها الأحبة، الزكاة سعادة. أي نعم أيها الأحبة، الآن نستعرض أيضا بالفائزين الذين فازوا عندنا في الصناديق الثلاثة، وهي الخير والعطاء والنعمة. فاز بها سعيد، لخير سعيد، إيمان العطاء، وخولة النعمة. الآن نستعرض الصناديق أيها الأحبة ونرى ماذا حوت هذه الصناديق. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. إذن 2000 درهم للعطاء، العطاء سعيد الخير 500 درهم، وإيمان 1000 درهم، وخولة 500 درهم. مبارك عن للفائزين جميعا فوزهم، وأتمنى للجميع المشاركة في هذا البرنامج أيضا والفوز بجوائز، وهذه الجوائز بالنسبة للصناديق مقدمة من قناة بينونة، والتي تراها هي إماراتية في توسطها وفي معناها وفي سمتها. أيها الأحبة الكرام، والآن نستعرض السؤال اليومي والذي يتم الإجابة عليه عن طريق الإيميل، وهو zf@beinuna.ae. والسؤال يقول: ما الدليل على مشروعية الزكاة من الكتاب الكريم، أي القرآن الكريم، ومن السنة النبوية المطهرة؟ مرة أخرى يقول السؤال: ما الدليل على مشروعية الزكاة من السنة النبوية المطهرة؟ وننتظر إجابتكم على الإيميل الذي ترونه على الشاشة التي أمامكم، zf@beinuna.ae. وبإذن الله تعالى سنستقبل إجاباتكم، وغدا بإذن الله تعالى سنقوم بالسحب على الفائزين. وهذه هي الفازة التي ستكون إن شاء الله تعالى فيها كل الأسئلة التي أجابت إجابات صحيحة، ونختار منها ثلاثة أسئلة، وهذه
الأسئلة والإجابة عليها، وجوائزها مقدمة من صندوق الزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أيها الأحبة متابعي برنامج الركن الثالث، إلى لقاء قريب غدا بمشيئة الرحمن، ونحن بانتظاركم. مذكر لكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافرها. فلنحافظ على نعمة الأمن والأمان بتلاحمنا مع قادتنا وولاة أمرنا. أيها الأحبة نرحب بكم ونلتقيكم غدا مع قناة بينونة والتي تراها إماراتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.